بسم الله أقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس أو عين حاسد، أو عين حاسد، أو عين حاسد، أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أقيك. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس، عافنا من أنفس الجن، من أنفس الجن، من أنفس الجن، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس، وأعين الإنس، وأعين الإنس، وأعين الإنس، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله يبريك، بسم الله يبريك، من كل داء يؤذيك، من حسد كل حاسد، من حسد كل حاسد، من حسد كل حاسد، وكل عين، وكل عين، وكل عين، من حسد كل حاسد وكل عين، واسم الله يشفيك، واسم الله يشفيك، واسم الله يشفيك. اللهم اخرج كل عين وحسد، اللهم اخرج كل عين وحسد، اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم اذهب حر العين، اللهم اذهب حرارة العيون، اللهم اذهب حرارة العيون، اللهم اذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم اذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم ابطل تأثير العين والحسد، اللهم ابطل تأثير العين والحسد، اللهم اخرج كل عين لامة، اللهم اخرج كل عين لامة، اللهم اخرج كل العيون اللامة، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قديمة، اللهم اخرج كل عين قديمة،
اللهم اخرج كل عين قديمة، اللهم اخرج كل عين معجبة، اللهم اخرج كل عين معجبة، اللهم اخرج كل عين متعجبة، اللهم اخرج كل عين متعجبة، اللهم اخرج كل عين منهم تعجبت، اللهم اخرج كل عين منهم تعجبت، اللهم اخرج كل عين منهم تعجبت، اللهم اخرج كل عين بالزينة أعجبت، بالزينة أعجبت، بالزينة أعجبت وتعجبت، اللهم اخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت، اللهم اخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم اخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم اخرج كل عين ونظرة أمرضت وأهلكت، اللهم اخرج كل عين ونظرة أمرضت وأهلكت، اللهم اخرج كل عين ونظرة تكررت، اللهم اخرج كل عين ونظرة تكررت، اللهم اخرج كل عين ونظرة تكررت وما بركت وما بركت، اللهم اخرج كل عين وحسد من الصغر لازم، اللهم اخرج كل عين وحسد من الصغر لازم، اللهم اخرج كل عين حاسدة، اللهم اخرج كل عين حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، اللهم اخرج كل عين قوية، اللهم اخرج كل عين قوية، كل عين حارة، كل عين حارة أورثت حرارة في الجسد أو برودة في الجسد، اللهم اذهب حرارة العيون والحسد، اللهم اذهب حرارة العيون وبردها من كل الجسد، اللهم اذهب ما حل بسببها من ألم وتعب ومرض ونكد، اللهم اخرج كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال، اللهم اخرج كل عين معجبة، اللهم اخرج كل عين حاسدة في الشعر استقرت للشعر سقطت وأتلفت، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة في الوجه أصابت لزينة وجمال الوجه غيرت، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة في العينين استقرت، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابت الفم والأسنان، أصابت الفم والأسنان والفك واللسان، والفك واللسان، وعطلت الكلام، وعطلت الكلام، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابت العقول والأذهان، وأورثت النسيان، وأورثت النسيان والخمول وفقد الكلام، اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابت في القوة والنشاط والهمة والحركة وعلى الأعصاب والعظام وسائر القوى أثرت، اللهم اخرج كل عين بالروح امتزجت، كل عين كبيرة لكل شيء شملت، اللهم اشف من كل عين وحسد بتفكير الحاسد أو العائن أثر، اللهم اشف من كل عين وحسد بوصف الحاسد وبنفس السامع للوصف أثر، اللهم اخرج عيون الناس، اللهم اخرج عيون الناس، اللهم اخرج عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون الأقارب، عيون المعارف، عيون المعارف، عيون المعارف والأصدقاء، عيون المعارف والأصدقاء، اللهم اخرج أعين وأنفس وحسد الجان، اللهم اخرج أعين وأنفس وحسد الجان، اللهم اخرج كل عين من الرجال أصابت، اللهم اخرج كل عين من النساء أصابت، اللهم اخرج كل عين من الصغار والأطفال أصابت، اللهم اخرج كل عين في العلم أصابت، اللهم اخرج كل عين في الذكاء والفطنة والحكمة، اللهم اخرج كل عين وحسد في سداد الرأي وفي الفهم وحسن الاستنباط وحسن الاستيعاب وجمال الخطب والإلقاء والتفوق، اللهم اخرج كل عين وحسد في سرعة الحفظ وقوة الحفظ وسرعة الإجابة وحسن الخط وسرعة الكتابة، اللهم اخرج كل عين في العبادات، اللهم اخرج كل عين أصابت في العبادات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصلاة والصيام والنوافل والخشوع وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وترتيل وتجويد القرآن وترتيل وتجويد القرآن وجمال الصوت بالقرآن وجمال الصوت بالقرآن والصدقة والإحسان والصدقة والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام،
اللهم اخرج كل عين، اللهم اخرج كل عين في الأخلاق أصابت، في الأخلاق وحسن الأخلاق أصابت، اللهم اخرج كل عين في الأدب أصابت، في الأدب والحياء، في الأدب والحياء والعفة والشرف والطهر والنقاء والنقاء والتستر والحجاب. اللهم اخرج كل عين في حسن التربية وحسن الأخلاق وحسن المعاملة أصابت، وفي دفع السيئة بالتي هي أحسن، وفي قوة الشخصية، وفي قوة الشخصية. اللهم اخرج كل عين في البيوت أصابت، في زينة البيوت وجمال البيوت وجمال الأثاث. اللهم اخرج كل عين في البيوت استقرت، اللهم اخرج كل عين وحسد في البيوت استقرت، اللهم اخرج كل عين في زينة البيت وجمال البيت وكبر البيت أصابت، اللهم اخرج كل عين أصابت الأزواج، اللهم اخرج كل عين وحسد أصاب الأزواج في سعادتهم، في سعادتهم وهنائهم وهنائهم ومودتهم ومودتهم ورحمتهم واستقرارهم 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 وهدوئهم. اللهم اخرج كل عين فرقت، اللهم اخرج كل عين فرقت، اللهم اخرج كل عين لقلوب الأزواج غيرت ولقبائع الأزواج غيرت. اللهم اخرج كل عين في الأبناء والبنات، اللهم اخرج كل عين في الأبناء والبنات، اللهم اخرج كل عين وحسد في الأبناء والبنات في تربيتهم، في تربيتهم وأخلاقهم وأخلاقهم وزينتهم وجمالهم ومهاراتهم وقدراتهم. اللهم اخرج ما أصابهم في دراستهم، اللهم اخرج ما أصابهم في دراستهم وتفوقهم، اللهم اخرج ما أصابهم في صحتهم وقوتهم ونشاطهم. اللهم اخرج كل عين في الحمل أصابت، اللهم اخرج كل عين في الحمل والولادة أصابت، في سهولة الحمل وسهولة الوضع وفي الرضاعة أصابت، اللهم اخرج كل عين في الرزق والتجارة أصابت، في الغنى وسعة الرزق والمكسب أصابت، اللهم اخرج كل عين عن العمل صدت، اللهم اخرج كل عين عن العمل عطلت، اللهم اخرج كل عين وحسد في التجارة أصاب، في العمل أصاب، في الرزق أصاب، اللهم اخرج كل عين ونظرة، اللهم اخرج كل عين ونظرة قاتلة، اللهم اخرج كل عين سممت، اللهم اخرج كل عين أورثت مرضا مستعصيا، اللهم اخرج كل عين أورثت سرطانا، اللهم اخرج كل عين أورثت سرطانا، اللهم اخرج كل عين للكلى أتلفت، اللهم اخرج كل عين ليفت، اللهم اخرج كل عين جننت وخبلت، اللهم اخرج كل عين على الرأس استقرت، اللهم اخرج كل عين على الرأس استقرت، اللهم اخرج كل عين على العروق والأعصاب أثرت. اللهم اخرج كل عين تراكمت، اللهم اخرج كل عين تحجرت، اللهم شققها تشقيقا، اللهم قطعها وحرقها تحريقا، اللهم فجرها تفجيرا، اللهم زلزل العيون من الأجساد، اللهم زلزل كل عين، الله أكبر من كل عين، اللهم اكفنا شر العيون، اللهم اشفنا من كل العيون، اللهم ابطل عنا تأثير العيون والحسد، اللهم اكفنا شر العيون واصرف عنا أذى العيون، اللهم اكفنا شر شياطين العين والحسد، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العين والحسد، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث من كل الحسد ومن كل العيون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل خروج العيون سهلا، اللهم رد البصر على من نظر، والحسد على من حسد، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، والقسوة والغفلة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والجنون وسيء الأسقام والسرطان. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم قنعنا بما قسمت لنا، اللهم قنعنا بما ارتضيته لنا، اللهم اجعلنا من القانعين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين.
اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والأشرار والشياطين والشامتين.